ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى فرعون. خلينا نخش على طول على الفيديو ونبطل رغي. يلا ليتس جو. اوكي في في الاول. اول ما الحكم بيصفر في خدودك الدنيا بتمطر، لما بطلع موبايلي كل الشباب بتتوتر، كل الشباب بتتخابس، بخلص معاكم خابس لابس. كل الشباب بتتوتر، كل الشباب بتتخابس، بخلص معاكم لابس، بوصل الربح للهامش. انت في المركز الخامس، مش بحاول ازيكي، ده كان فاول تكتيكي. زيكي تيكي. انت في المركز الخامس، مش بحاول ازيكي، ده كان بوصل الربح للهامش. انت في المركز الخامس، مش بحاول ازيكي، ده كان فاول تكتيكي. شد فرامل اليد البيئمة، الماني تخميسة امريكي، ابيضاني افريقي، جلدي لون لبشكيري. ياسطا انت كليشي، ياسطا انت تقليدي، بلعب كورة اسمها كليشي مع اصحابي في نادي النور. كليشي ياسطا انت تقليدي، بلعب كورة اسمها اصحابي في نادي النور، بستخبى عشان عليا بلعب كورة اسمها اصحابي في نادي النورس. العين بلعب كورة مع اصحابي في نادي النورس. بلعب كورة مع اصحابي ازاي؟ مش بستخبى عشان عليا العين زي حورس. اها هرجع في آلة الزمن وهنشر الراب في التاريخ، جوه التاريخ، على ايام الفراعنة. فين توت عنخ آمون ورمسيس؟ فين؟ لما الاقيهم هقول لهم لو دكورة انزلوا بيف. فراعنة انزلوا بيف. فراعنة فين توت عنخ آمون ورمسيس؟ فين؟ لما الاقيهم هقول لهم لو دكورة انزلوا بيف. لو راجل طبعا هيوافقوا. لو راجل وعشان ما يتقالش ده جوز كساكيس. اوه ابدا الباتل بورد بلي، احطهم في الكيس. هقول لرمسيس يا اسطى انت سيس. اوه احطهم في الكيس. هقول لرمسيس يا اسطى انت سيس. ادي الورد بلي كريم. هقول لرمسيس يا اسطى انت سيس. ادي الورد بليد تاني على طول، هقول لا مش عطشان، مش عايز اشرب توت اند ليمون. هكسب البيف كده، هبقى انا فرعون كده، مساله في الجون. هنزل كذا البوم ومهما كان اللون، احقق اعلى ايرادات في الكون. هخترع التليفون وهسمي شبكتي فودا فرعون. يا ابن اللعيبة مع كارت امون من فودا فرعون، اشحن وانت مطمن. مع كارت امون من فودا فرعون، اشحن وانت مطمن. بس على فكرة كان ينفع يبقى اعلان لفودافون بصراحة الاغنية، بس طبعا فيها شتايم فمش تنفع. اما طلعت بجم كده اجيلك على السكن، بجري على البيت زي ميسي. انت بتجري على البيت زي الحكم. بيتزا على البيت، بدماغك ولف بيت، شبيك ولوب بيك عليا الطلاق اتخضيت. على الاغاني بتدرب، هنا في الديسكو انا مبلط، مارو مش عارف اوصلك، ايوه ما لازم تتسلق. يا ابن اللعيبه ايوه الموضوع مش بسهوله، خلص بس سنه اولى سقطت تاني. لا 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 مش معقوله، كلامي عالي عالي ايوه فوق ادراكك، ما تحاولش تفهم وممكن تخلص باصابه. الشباب ده زي الورد غرقته في الفازه، اقول له مين؟ ما تخافش اقول له بابا. شايفك بتعاني لامم حاجات كتيره فشخ في الاغنيه. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. في كل بوستاتك بتقول انا عادي بس انت متضايق، وواضح ان انت كواحد مبتدئ محتاج لدعاوي. فانا بقول لك اهو ما تعيطش، بتصوت عشان الواي فاي ما لقطش، هكسر التاتش واقفل لك الماتش واشتمك باللفظ من غير لمؤاخذ. ماريو شركه انتاج، كليب في ساحل العاج، مزتين جنب بعض زي اسمي والتاج. على طول في شلاج مش مطلوب فيدباك، جنبي نجمتين شباك بيسموني كي باد. استنى كده بس عشان افهم، لو انت رزيل انا ارخم، جوه دماغي ده منجم 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 منجم. استنى كده بس عشان افهم، لو انت رزيل انا ارخم، جوه دماغي ده منجم 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 منجم. عمري ما كسلت في رابع بار، اعتبرني تامن جار، اعتبرني تامن. اوه في رابع بار اعتبرني تامن جار. عشان سابع جار يعني، عشان سابع جار. اوكي اوكي كويس، ده في شرح. واو واو برافو واو، انا ما كنتش هفهم.
بس ما بدفعش ايجار. بس ما بدفعش ايجار. حماقي عشرة انا ناوي على الفلاشة بلاوي. انا بتصرف لوحدي انت بتكلم ببلاوي. لابد ان تجاوبني. هو انت بجد ليه ودني؟ خلاص معلش اهو سلافيه. دماغه حلوة بس لاعبيه كالعادة بتناموا في الحلبة وبتقولوا جد بالحظ. بعتبر الكرة دي ورقة بحطها في المقص. شاف انيابي لما بص يا عيني على الرص. انا بيعجبني التلاعب بالكلام ده. تحفة تحفة. معناتين ورقة ومقص في مقص كورة. واو. توم جري ورا جيري فجيري اخد منه فصل. سنة كده بس عشان افهم. توم جري اوكي واو. لو انت رزيل انا ارخم. جوه دماغي ده منجم منجم منجم. سنة كده بس عشان افهم. لو انت رزيل انا ارخم. جوه دماغي ده منجم 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 أو. يلا مستني ايه؟ دلوقتي تقدر تشتري فودا فرعون فون وبالتقسيط على 7000 سنة. 7000 سنة تقسيط 7000 سنة. اغنية مسخرة بصراحة. اغنية مسخرة. هي بتتسمع لو انت مثلا عايز تضحك كده يعني. هي حلوة في كده ان اغنية تهيس بصراحة. ما اعتقدش ان هي ديستراك. ما اعتقدش صح؟ بديس لا هو ديستراك على فرعون على توتن خمون حاجة زي كده. ما علينا. وده كان الرياكت. يا رب يكون الرياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.